السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا الفيديو حل كتاب الأحياء للصف الثاني الثانوي. موجود على القناة العديد من الفيديوهات الخاصة بالصف الثانوي، سواء حلول كتب أو اختبارات أو مراجعات. معنا الأحياء للصف الثاني الثانوي، شوكي الفصل الأول، شوكية الجلد واللافقريات الحبلية. يمكنك الاطلاع على بقية الفيديوهات الخاصة بالصف الثاني الثانوي، سواء حلول الكتب أو مراجعات أو اختبارات أو ملخصات، موجودة داخل القناة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا الفيديو حل كتاب الأحياء للصف الثاني الثانوي مسارات الفصل الدراسي الأول. معنا الفصل الثاني الأسماك والبرمائيات. احنا فيديو سابق حلينا الفصل الأول، إن شاء الله الفيديو ده خاص بحل الفصل الثاني الأسماك والبرمائيات. جميع الكتب الخاصة بالصف الثاني الثانوي أو الاختبارات أو المراجعات أو الملخصات موجودة على القناة، ابحث عنها سوف تجدها إن شاء الله.